بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بحثنا اليوم قول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. المرض المتفشي بين الناس وهو كثرة المزاح والضحك، هذا من الأمراض المتفشية الآن في المجتمع، المزاح وكثرة الضحك. وأول ما نبدأ بما قاله الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. رواه البيهقي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الناس من كثرة ما تسلط على قلوبهم حب الدنيا والانشغال بها، غفلت قلوبهم عن الله. ومتى غفل القلب عن الله عز وجل مال بطبعه إلى اللهو وإلى اللعب وإلى كثرة الضحك. هذه علامة من علامات غفلة القلب عن الله عز وجل. ليس أن الإسلام منع الضحك، النبي عليه الصلاة والسلام كان له مضحك خصوصي، يعني شاب رجل بس من شان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الضحك الذي يتجاوز الحد ويصبح وقت الإنسان وزمن الإنسان كله لهوا وضحك، هذا الإنسان الذي أضاع عمره في لهو وضحك. وسنسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء سيكونون في آخر الزمان يكثرون اللهو والضحك ويبيتون على لهو وضحك، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله العفو والعافية. لأن الزمن الذي هو أغلى من الجوهر أضاعوه بما هو أرخص من التراب، فلذلك ضاعت عقولهم وضاعت حياتهم وضاعت كرامتهم. صلى الله عليه وسلم خرج يوما على الصحابة رضوان الله عليهم وهم جالسون يضحكون مع بعضهم البعض. طبيعة الإنسان يحب دائما المرح واللهو، فلما رآهم يضحكون وضحك فوق العادة، الضحك فوق العادة بيصل القهقه. هذا الضحك ممنوع شرعا. النبي وقف عليهم وقال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يعني في شيء بيشغلك، شيء بيشغل الإنسان. إذا إنسان، نسأل الله العفو والعافية، إذا إنسان حكم عليه بالإعدام وأخبروه أنه بعد 3 أيام إعدام، وجاء واحد بده يضحكه، بيضحك وقت الضحك هذا هلا، إذا بدينا قتله بيقول له هلا هذا وقته، هذا ممكن يخانقه ممكن يقلعه. في قدامنا نحن في الدار الآخرة ما إعدام، دام الآخرة حياة طويلة خالدة في العذاب، خالدة في الهوان. انتبه الإنسان إلى الحياة الخالدة. الدنيا هي يا أخواني كلياتها مؤقتة، لا حتعيش في 60 و70 والإنسان ينتهي. أما الحياة في الدار الآخرة ليس لها حد، 2 3 5 مليار سنة حياة طويلة. فإما أن تكون في عز دائم، وإما أن تكون في هوان وذل دائم. فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، تطلعوا على الجبال تجأرون إلى الله. في رواية تلدمون على صدوركم وتبكون على أنفسكم. لو تعرفوا شو في قدامكم وتتجأرون إلى الله. ثم قال النبي لوددت أني كنت شجرة تعضد، يا ريتني كنت شجرة تنقص تنحرق وتنتهي، خلاص انتهت الحياة. يعني النبي عم يتمنى لو كان شجرة تنقص الشجرة وتنتهي حياتها، أما ما في نهاية. هون الموت نحن منفكر أنه انتهت الحياة بالموت، في الحقيقة ما انتهت، الحقيقة بدأت الحياة. الموت هو بدء الحياة الباقية الخالدة، بدء الحياة، ما انتهت الحياة. حياة الطراب، حياة الأكل والشرب في الدنيا يلي بتعادل فيها الدواب انتهت، لكن بدأت الحياة الحقيقية، حياة الكرامة، حياة العز، حياة الرفعة، حياة الكرم والعطاء، أو حياة الهوان والذل الدائم. فلو أن الإنسان علم ما أمامه لما أضاع وقتا ولما صرف زمنا بغير عمل نافع. مؤمن هيك لازم أي لحظة من اللحظات لك تصرفها في عمل نافع، في طاعة أو عبادة تتقرب بها إلى الله. يا أحبابي ثواني العمر محسوبة علينا، ثواني العمر محسوبة علينا، ما الدقائق. كنا من قبل نقول فلان تأخر ساعة، تأخر ساعتين، كنا نعد بالساعات، بعدين صار يعدوا بالدقائق، تأخر 2 و3 دقائق، أنا صارت تنعد بالثواني. كمان الثواني ما عادت تكفيت، صار يقولوا 10 ثانية، 10 ثانية، الثانية قسموها إلى 10 أقسام، الثانية التك إلى 10 أقسام، الواحد من العشرة إذا ربح، ربح العطاء أو خسر. شوفوا بالسباحة، بالسباق لما بيكون سباق الجري أو السباحة عم يسبحوا، واحد حط إيده الثاني حط إيده أخذ الأولاني، بين هاد وبين هاد ما في ثاني، هذا حط إيده الثاني حط إيده الأولاني ربح. بالسباق هذا إجره طلعت عن الخط والثاني بعد منه، الأولاني كسب والثاني خسر بأقل من الثواني يا أخواني. فالمسلم لو يعرف أنه بكرة يوم القيامة واحد زاد، كنت أنت وياه سوا، هو ارتقى فوقك في الجنة وأنت تحته، كنا سوا يا ربي ليش؟
قال إن وزنت حسناته حسناتك فزادت حسناته على حسناتك حسني حسني بيطلع درجة في الجنة. كل حسنة بتطلع درجة وكل سيئة بتنزل درجة تنزل درجة. فإما أن تزيد بعض الصالحين من أحباب الله رضي الله عنهم كان عنده عبد وكان يتعبد هو وعبده عبادة. فرأى يوم من الأيام أن القيامة قد قامت. السيد من الصالحين رأى القيامة قد قامت ونودي إلى الميزان هو وعبده فأمر بعبده إلى درجة عليا وأمر به إلى درجة أسفل. فقال يا رب العبد يرتقي على سيده؟ أنا سيده أنا سيده وأنا وياه نتعبد سوا. فقيل له أما حضرت وزنك؟ لقد زاد عليك بصلاة ركعتين فارتقى بهما عنك. زاد عنك ركعتين عبد ارتفع عن سيده بصلاة ركعتين زاد عنك بحسنة بده يرتفع. فهو بالطابق العاشر وانت بالطابق الثاني من طوابق سبع طوابق نعم وكل طابق في الجنة الدرج الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض بين الدرجة والدرجة مسافة بعيدة. فلذلك المسلم ما فاضي يضيع وقت. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبح قردة وخنازير فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم سهرات فيها حرام باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير من لبيباتك على أشهر بطر لعب له أنتم ما بتعملوها لأنه ما عندكم وقت. واحد ما عم يصلي للفرشة هل كان ما عم يلحق إمتى يصل للفرشة حط راسه. لكن اللي عايش على الترف وعايش على اللهو وعايش على التلفزيونات بيعبي كرشه وقاعد على بطر ولعب ولهو فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم. محارم جايب مرته والتاني جايب مرته والتالت جايب مرته ولابسه سواري. تعرف سواري وشلون؟ قال سواري ثوب طويل لكن مكشوف الصدر ومكشوف الظهر. نظر الولد إلى ظهر أمه حرام الولد. فإذا كانت كشف الظهر للأجانب هذا عم يطلع على هي وهذا عم يطلع على هي. استحلال المحارم والقينات المغنيات سهرانين على الغناء هذا عم يحضر المغنية وهذا عم تحضر المغنية هي وياه. وشربهم الخمور
أخي أنا ما بشرب خمر، أنا عم باخذ بيرة مية شعير. البيرة يا ابني خمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها، مشان يستحلوها بدل ما يقول خمر قالوا بيرة مية شعير. مية شعير المغلية ومبردة صارت حرام، صارت حرام. لو غلى الشعير وشرب دغري ما عليه شيء، أما يغلي الشعير ويحطه يبرده يومين ثلاثة حتى تطلع له الرغوة فصار حراما. وشربهم الخمر وأكلهم الربا معاملات كلها بإيش؟ بالبنكوت بيسموه هذا البنكوت، دائما عم يحط المصاري بالبنك مرابح وأخذ مرابح، وهذا كل ما زاد الرصيد بتزيد المرابح. في منهم عايشين على مرابح المال، على الربا يعني، أكلهم الربا ولبسهم الحرير. إذا بده يروح على السارة شو بيلبس؟ قميص حرير 7500، قميص حرير، جرافة حرير. شفت واحد لابس الجرافة بقديش حقها هي؟ قال لي عندي تحط له؟ قلت له في 5 ورقات. طلع فيها لي وين عايش انت؟ خير؟ قال لي حقها 300,000 ليرة هي الجرافة اللي مو بعينها. 300,000؟ قلت له والله خرج تنشنق فيها. 300,000 الجرافة هي؟ 300,000 حرير. فهذول لبسهم الحرير، قميص الحرير حقه 40,000، لابس قميص حرير جرافة حقه 300,000. نسأل الله العفو والعافية. يصبح النبي قال قردة وخنازير. ما شرط انه يكون شكله شكل القرد، لكن اخلاقه اخلاق القرد، افعاله واعماله اعمال القرد، اعماله اعمال الخنازير. القرود كل حياتها شو هي؟ نط، تطلع وتنزل لا كلها على نطوطه، وهذا على لعب. والخنازير ما فيها لا مروءه ولا شهامه ولا اخلاق، وهذا طالع مثل حكايتهم. لا بغار على مرته ولا بغار، ولا بغار على بنته ولا بغار. فلتالي نسأل الله العفو والعافية. إذا الله عز وجل في سورة الإسراء إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، في آية في قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا تظنوا انه يحصل شيء بدون علم الله، كله بتقدير وعلم. فمن خالف شرع الله والتفت الى الهوى والنفس فكله مقدر، نسأل الله السلامة. فلذلك اذا الانسان بده يصرف وقت بغير فائدة وبغير منفعة، صرف المال وارتكاب الحرام، فهذا نعوذ بالله تعالى يصبح وهو مقلوب الخلق أو الخلقة أو الخلق قردة وخنازير. بل أكثر من هيك، المسلم محاسب بأمني بالكلمة، بالكلمة محاسب. رميت نكتة للمزح ضحك، شو فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا، ما بده يزي حدا فيها إلا ليضحك بها القوم.
بدي يضحك رفقاته، رمى كلمة مشان يضحك رفقاته، فإنه ليقع منها أبعد من السماء، فإنه ليقع منها أبعد من السماء، في رواية يهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض، يهوي فيها في جهنم. كلمة مزح أراد فيها استهزاء. مثلا في كتير ناس بنكتوا بالقرآن، بياخذوا بعض آيات القرآن استهزاء، ككلمة نحكيها في مجال مزح بسيط ما عندي شيء، أما أن يقصد فيها ضحك على القرآن أو بالقرآن. مثلا يقول راوي الكفر ليس بكافر، فنحن بنرويها بس مشان ننبهكم. واحد واقف عم يقرأ، إمام عم يقرأ في القرآن في سورة يوسف، هو عم يقرأ في سورة يوسف وصل إلى قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، نسي شو بعدها، رد هذا: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فواحد ورم منه قال له: إذا أبوك ما أذن لك بدنا نتم واقفين طول الليل ونهار. اتخذ الآية للسخرية ولاستهزاء. فهذا نسأل الله السلامة بكلمة بيهوي فيها هذه الهوية. واحد ثاني: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، قال له: طيب إذا ما أجا نصر الله وما أجا الفتح لأين بدك تخلينا واقفين؟ بطلت الصلاة. لذلك الله يرضى عنهم الأئمة قالوا: لو أن إنسانا ضحك في الصلاة، الضحك في الصلاة عند الأحناف ينقض الوضوء ويوجب القضاء. وضوء انتهى، بده يروح يتوضأ ويعيد الصلاة، هذا إذا ضحك. ما هو الضحك؟ الضحك أن يسمعك رجلين عن اليمين ورجلين عن اليسار، هذا الضحك. سمعك اثنين من هون اثنين من هون، انتقض وضوءك ووجب عليك قضاء الصلاة. أما النبي كان إذا ضحك كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، يبتسم، هذا ضحك النبي كان صلى الله عليه وسلم، تبسم. وإذا كان تبسم كثير الناب يبين، هذا كان تبسم النبي كبير. أما ضحك ما سمع صوت النبي في ضحك أبدا صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. فإذا بكلمة يهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض، مزاح مزح ما له شيء، المزاح بصورة بسيطة، وأن لا يكون هناك مزح باليد ولا مزح يوصل إلى ضرر أو إيذاء. فالمزح إذا بده يوصل إلى إيذاء ينقلب إلى عداوة، كما قال رضي الله عنه سيدنا الأحنف، قال: رب هزل قد عاد جدا، رب هزل قد عاد جدا، دعوا المزاح فإنه يورث الضغائن، بيجعل في القلب ضغينة يعني حقد وحسد، بيغضب منك بيزعل منك، خاصة إذا كان إنسان عرف بين الناس بكثرة الضحك كثر المزح، بصير كل ما حضر كنا القصة الفلانية، كنا النكتة الفلانية، بيتخذوه مسخرة منشان يضحكوا. فعرف بين الناس بأنه مزاح. فصلى الله على سيدنا رسول الله، قال: ويل ويل لمن يحدث
فيكذب، ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، كان يضحك رفقاته، ويل له ويل له ويل له ويل له، عم يضحك رفقاته، مشان يضحك رفقاته بيرمي نكت. بعض اوقات تكون النكته كذب كذب، بعض اوقات بيكون النكته يريد بها اذلال انسان او تحقير انسان، رمى نكته على فلان او على فلانه مشان يضحك الناس. فنسال الله العفو والعافيه، بهذه الكلمه سقط بها ابعد مما بين السماء والارض. فلو ان الانسان عرف ما في الضحك او ما في المزاح، ما بيمزح الا في ضروره ولضروره. فالمزاح ياكل الهيبه كما تاكل النار الحطب، هذا ما حديث، هذا كلام كلام بعض الحكماء. المزاح ياكل الهيبه كما تاكل النار الحطب، من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن قل عقله كثر هزله، ومن قل عقله كثر هزله، يعني كثير الهزل شو بيكون؟ قليل العقل، انه ما عنده غير ضحك ونكت. سبحان الله، ما كان النبي يمزح؟ نعم، لكن مزح عن مزح، كان النبي يقول إني أمازحكم ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. من الممازحة، تذكر مرة سألتكم، قلت لكم أنا لما طلعت لأندونيسيا شفت بأندونيسيا العجب، الواقع يعني شيء غريب غريب عني بالمرة، شفت قطة في أندونيسيا أكبر من جمل، قطة يلي بتصيد الثيران أكبر من جمل، شو رأيكم بقى؟ ممكن تكون قطة أكبر من جمل؟ شلون؟ قطة أكبر من جمل؟ جمل اللي بيحمل الحطب، نعم، القطة اللي بتصيد الفارة أكبر من الجمل اللي بيحمل الحطب، لأنه هاي القطة عمرها 5 سنين، الجمل عمره 2 سنين. مزحة مزحة صح، لكن مزحة فيها ضرر؟ فيها لا، إنما هو التخفيف عن النفس شوي حتى يفكر الإنسان بالعمر. أكبر بإيه؟ أكبر بالعمر. هلا أنت دكتور أحمد، تأكل الفستق مقشر ولا بلا قشر؟ ما بتأكله مقشر؟ شو مقشر شو بلس مثل بعضه. صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، صلى الله عليك يا رسول الله. أما المزاح الذي يزيد على الحد، فالمفروض أن يكون المزاح كالملح، كمقدار الملح للطعام، إن زاد بيفسد الطعام، وإن قل ما بيطلع الطعام طيب. مثل المزح كمثل الملح في الطعام، هكذا يجب أن يكون الإنسان. فلذلك اقصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء، يذهب بهاء الوجه ويجرئ عليك السفيه، يصيب الجارة عليك، قلنا القصة الفلانية، قلنا النكتة الفلانية، ما بيحفظ
إلا النقائص، عيد فلانة وحكي لنا كذا مشان يضحك. فهذا المزح. فلذلك انتبهوا للحديث اللي كتبنا: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويل والويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، فلازم الإنسان ينتبه ما يقع بذلك. والله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما في عقل، بيستهزئ عند الأذان، بيستهزئ عند الصلاة. وين يا أخونا راكض؟ راكض الطج وتركع، رايح الطج وتركع استهزاء. فهؤلاء مو مزح، هذا استهزاء يعتبر. فانقلب مزحه إلى استهزاء. فالله عز وجل نهانا أن نتخذ مجالسة لهؤلاء: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هلا أكثر نكت الناس صايرة على الجوامع وعلى المشايخ. هلا بالبلد منتشرة النكت على الجوامع وعلى المشايخ، كل واحد بيطالع نكته على الشيخ الفلاني وعلى الشيخ الفلاني وعلى الآية القرآنية. هذا نسأل الله العفو والعافية دليل على أن المجتمع انهار. فممكن الله يبدل أمي بأمي، ممكن الله يبدل بلد ببلد. بتروح بلد تطلع بلد غيرها، تروح أمي تطلع أمي بدلها. هذا بما اكتسبت أيديهم وما فرطوا في دين الله عز وجل. فإذا كان الإنسان بلهو أو بمزحه عم يصل إلى درجة أن صلاته عم تبطل، صلاة عم تبطل بالمزح، المزح هذا لا يجوز للإنسان أن يقوم به، لأن الإنسان دائما لازم يكون على مستوى مراقبة الله عز وجل، وإلا فيقع الإنسان في أخطاء كبيرة لا يدري ما هو نهايتها. أتى رجل إلى ابن عباس يمزح، قال: يا ابن عباس إني طلقت امرأتي 100 طلقة فماذا ترى علي؟ شو بيطلع علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 3 و97 اتخذت بآيات الله هزوا. 97 انت استهزأت بكتاب الله، 3 وقعت عليك ما بقى يجوز لك حتى تتزوج غيرك. ثم أعرض عنه فلم يكلمه. اتخذ آيات الله هزوا، طلق 100 مرة 100 طلقة. هلا المشايخ إذا قال لهم 100 طلقة بيدبر له إياها، بيلفلف له إياها، بيرجع له مرته. ابن عباس قال له: أخذنا 3 حرمت عليك، 97 أنت استهزأت بآيات الله. نسأل الله السلام. وما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال للأحنف ابن قيس، هذا كان رجل له مكانته وكرامته لكن كان يحب دائما النكت اللطيفة، فقال له عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، من كثر ضحكه
قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به. واحد أكثر بالذكر، لما تعرف يعني لك هذا اللي ما بيترك المسبحة دائما عم يذكر الله، واحد بالنكر بتقول له أخي هذا اللي دائما بنكر عرف به. ومن كثر مزاحه كثر سقطه، يعني سيئاته كثرت. ومن كثر مزاحه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه. ومن قل ورعه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه مات قلبه. صار قلبه ميت، كأنه راح الحياء وراح الورع وكثرة الذنوب، مات قلبه. واحذروا أخواني المزاح الغليظ اللي بيسموه، المزاح أوله فرح وآخره ترح. المزاح أوله فرح وآخره ترح، يعني آخره بيصير نغضب وبنزعل وبنتأثر، بيصير بيننا وبين يلي عم يمزح، بيصير بيننا وبينه الزعل والتأثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف عم يصلي بالصحابة، فجاء أعمى ماشي ما في إله من يقوده، ماشي فقدامه جورة فسقط فيها، فضحكت الصحابة. فلما أنهى النبي الصلاة التفت وقال: من ضحك فليعد وضوءه وصلاته. أعمى وقع بجورة بتضحك، شلون وقع؟ من ضحك في صلاته فليعد الصلاة والوضوء. طيب إعادة الصلاة لأنه ضحك، والوضوء ليش؟ تأدبا له، تأديبا له، أنه روح عيد وضوءك، فليلزم الوضوء وإعادة الصلاة عقوبة وزجرا له. أي مزاح إذن يحق للإنسان أن يمزح به؟ المسلم لا بد له من مزح، في مزح محمود وفي مزح مذموم. فالمزح المحمود هو الذي لا يخالف شرعا ولا يكون استهزاء. أولا لا يخالف شرعا، اثنين لا يكون استهزاء، ما بيستهزئ بأحد، وأن يكون حقا. وأن لا يكون كذبا. وأن لا يحدث بعده كرها ولا بغضا. إذا عم تمزح معه ما يزعل منك، ما يعود يحاكيك، ولا ضغينة يكون في بقلبه شيء بقلبه حقد عليك. المزح المحمود هو الذي يحدث بعده المودة والمحبة، مزحة لطيفة خفيفة زاد محبته إليك وزاد صحبته معك. وأن يكون بقدر، أما متى ما زاد ملح، متى ما زاد في الطعام ما عاد يتاكل. كمان إذا مزحك زاد صحبتك ما بقى لها قيمة، فبتمزح مزح له مكانته وله كرامته. فعليه الصلاة والسلام دعانا إلى المزح، ما قال خليك جاف وقاسي وحاطط العادي على طول، لا، النبي قال: قله والعبوا.
ألهوا والعبوا، فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. واحد يقول لك أخيرك والله ما بيضحك للرغيف السخن، يعني دائما حاطط العادي، هذا يا ابني ليس من الإيمان. فكروا عنه مشان يكون له دائما الهيبة، بفوت حاطط العادي، بيطلع حاطط العادي دائما هيك محملها فوق، يعني بده يعمل حاله له رهيبة، له رهبة. الهيبة يا ابني ما بحط العادي ولا برفع الصوت، ولا الهيبة يا ابني حال إلهي بيحطه في قلب الإنسان. ما أنت اللي بدك توجد الهيبة، الله يجعل الهيبة في وجهك، يجعل الهيبة في قلبك. إذا اللي بيجالسك نبينا عليه الصلاة والسلام في الطريق ماشي، فرآه رجل، فلما شاف النبي ارتعب، صار يرجع النبي قال له هون علي فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد اللحم بيبسوه، بياخذوا اللحم بيشرحوه، يعني عبارة عن صنطي ويعرضوه للشمس حتى يبس، بيصير مثل الجلود، حطوه بالأكياس بياخذوه، بيغلوا المي بالشتاء، بيسلطوا اللحمة فيه، بيرجع اللحم مثل ما هو. هذا شو اسمه؟ قديد. قال له أنا كنت أكل القديد بمكة، طب أنا واعي شو. فهاب من النبوة. الهيبة ما هي بسيطرة ولا بقوة، إنما هي لباس الله بيلبسه للإنسان، فبصير يلي بجالسه بهاب منه. فهذا ابني من الله عز وجل، قله والعبوا، فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. صلى الله عليه وسلم مثل له بوقت، المزح بوقت، ما يأخذ كل الأوقات، بيطلعوا على السيران، بالسيران 5 ساعات 6 ساعات له لعب، أضاعوا الزمن وأضاعوا الوقت وأضاعوا. المفروض طلعنا مرة مع شيخنا على السيران، الله يرضى عنه ويزي عنا أفضل الجزاء، قال ابني ليش قاعدين؟ قوموا لعبوا لكم شوي، هلا مو هون دور، هلا ما في وقت درس، قوموا لعبوا. فزينا لعبنا ربع ساعة نص ساعة ورجعنا. لما عادنا ما حكى شيخنا، عاد قال ابني شو بكون عادين؟ والله لعبنا. قال ابني قعدتوا كل واحد بيسأل سؤال، شو بدنا نسأل؟ قال أنا راح أسألكم، أنت جيب لي آية أولها أول اسمك، أولها بأول حرف من اسمك، جيب آية من القرآن اسمه عدنان. صار يفكر أول حرف بالآية، قال له عما يتساءلون، عما يتساءلون، هاي أول حرف، أنت جيب أول حرف، جيب آية من القرآن بأول حرف. شغلنا بالقرآن وأول حرف، هذا السيران اللهو، اللهو علم، جيب أول حرف، آية بأول حرف. كمان صار يفكر، قال له يا ابني خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، في الجنة خالدين. ردنا سكتنا، رد مرة تانية، مين بيجيب لي سورة من القرآن فيها 30 مرة اسم الله؟ وين أيها الحافظ؟ 30 اسم الله فيها،
هذا الحافظ ما بينتبه. فكرنا جزتو أن الوضع جزنا. سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في نفسه وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. 30 مرة قله الاسم الله فيها. فصلى الله عليك يا رسول الله، قله والعبوا. فصلى الله عليه وسلم مرة، اجوا السودان لجامع النبي عليه الصلاة والسلام. السودان بيلعبوا بالدرق، بالترس والرمح. إذا بتتفرجوا عليهم بالتلفزيون بالرمح والترس دائما بيدون، بدن عم يلعبوا وسط الجامع. فالنبي جلستنا عائشة، قال بتحبي تتفرجي؟ مشان نعرف شلون نعمل وزارة الداخلية، تحبي تتفرجي؟ قالت له والله. قال ايه تعي اطلعي. وقف النبي على الباب، هي وقفت ورا النبي وحطت دقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. دخيل اللطف ما أحلاه. أنا يعني إذا حطت دقنها على كتفه، خده وين صار؟ على خد النبي. أنت أضوه؟ طيب تفرجي. والنبي شو عم يحكي للعبيد؟ دونكم يا بني أرفدة، دونكم، يلا شد عليه عم يهيجون. ستنا عائشة واقفه. فالتفت النبي وقال: اما يكفيك يا عائشه؟ قالت: بلى يا رسول الله، قليلا على ما شويه رخاء. طيب دم واقف النبي. قال: انا ما بدي اتفرج. عائشه عم تقول ما بدي اتفرج، لكن مشان يعرفوا النسوان النبي، مشان يعرفوا كرامتي عنده، انه قديش انا ما لا انه بدي اتفرج. النبي واقف ويا حاطه بس عم تتفرج، عم يهيجون. يلا دقوا جوم عليه. اما يكفيك يا عائشه؟ قالت: يا رسول الله قليلا. تعبت بعدين، هي تعبت من الوقفه. فالنبي شلون؟ فقالت: يكفيني يا رسول الله. قال: يلا فوت الجاي. ثم التفت النبي للصحابة فقال: اقدروا قدر الجارية الحديثة، حديثة السن الحريصة على اللهو، بتحب اللهو، يعرف إلها قدس راسها. أما حطها بالقنينة وسكر عليها بالفلينة وعدي بالبيت ما في طلعة، لا، ما هذا الإسلام. قدس شيران، طلع أنت وياها خليها شوية. دخل مرة عليه الصلاة والسلام على البيت، الآن ستنا عائشة كان بالحيط في طاقة حاطة لعبها فيها، لعبها حاطة بالطاقة مغطيتها برداية. فات النبي عليه الصلاة والسلام على البيت، شاف البرداية فيها صور. شو هذه يا عائشة؟ شدها أما صور ببيت النبي. وصلت لعب جوا، لعب لعائشة. قال: شو هاد؟ قالت له: هدول بناتي، عامل لعب خروق بناتي. شاب بيناتهم حصان وله جناحات. قال: شو هاد يا عائشة؟ حصان بأجنحة؟ قالت له: أما بلغك أن سليمان كان له خيل بأجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ، ما عندك خبر؟ إلو للنبي، أنت شو عرفك؟ أما ما بلغك؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وترك وطلع. كان يجوا البنات يلعبوا مع ستنا عائشة، لما يفوت النبي على البيت يهربوا،
نبي جاي على البيت، فكان نبي يطلع لبرا يقول لهم فوتوا لابو عائشة، فوتوا لعبوا مع عائشة. قالت فكان يخرج النبي فيرسلهم إلي لألعب معه. صلى الله عليك يا رسول الله، صغير بدها تلعب خليها تلعب. نحن هيك لا بذمتكم هيك نحن؟ الله يرزقنا، الله يرزقنا الاتباع يا ابني. اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، بدها شوية لهو خليها شوية تلهو. فصلى الله عليه وسلم كان كذلك يلهو. كان مرة عليه الصلاة والسلام دخل لبيت ستنا عائشة وسطح. عائشة عندها البنات عم يضربوا الدف، عم يغنوا مع بعضهم بعض، بنات مع بعضهم عم يغنوا، النبي سطح وإنهم عم يدقوا بالدف. اجى سيدنا أبو بكر، شو النبي مسطح وانتو عم تدقوا بالدف؟ ويحقن. فالنبي رفع الغطاء والتفت وقال دعهن يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، خليهم اتركهم دقوا مثل ما بتكون. رجع السطح. اجى سيدنا عمر، لما شافوا سيدنا عمر كل واحدة حطيت الدف تحتها وقعدت. سيدنا عمر لو ويحكنا أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ النبي بدي مرتاح. فمن الغرفة رفعت البرداي أم سلمة، قالت له نعم نعم، لأنك أفظ وأغلظ، أنت فظ وغليظ، النبي ناعم ورقيق صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال ما سلكت يا عمر فجا إلا سلك الشيطان غير فجك يا عمر، وإما بتمشي الشيطان بيهرب منك. حتى النسوان هربوا صلى الله عليك يا رسول الله. دعهن يا أبا بكر فإن الأيام أيام عيد، خليهم يلهوا. طيب النبي تعبان بده يرتاح بده ينام، خليهم يدقوا. بينام على دقة الدف تبعهم. يعني شو هاللطف اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. بنات اللي مفوتوا فوتوا لعبوها، فوتوا لعبوا مع عائشة، قد كانت يسربهن إلي. فوتي لعندها، فوتي فوتي لعندها، روح فوتي لعندها. نعم النبي عم يبعث له لها مش يلعبوها. نعم صغيرة خليها تلعب. فهلأ إذا إحنا بدنا نعتبر أنفسنا مسلمين، يا ترى على أخلاق النبي؟ والله في كثير منا ما عم يطبق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى الله عليه وسلم قال فضوها الحديث هذا، هذا يكتب للحفظ، كل شيء من لهو الدنيا باطل، كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاث، ثلاثة هدول من الطاعة والعبادة، انتضالك بقوسك، يعني دائما تحمل القوس تبعك، القوس يعني هلا بيساوي البارودة، كان الرمي دائما بالقوس، هلا الرمي بيش عم يصير؟ بالبارودة. انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنهن من الحق، فإنهن من الحق صلى الله عليه وسلم.
هذول الثلاثة يؤجر عليهم الإنسان، رميك بقوسك. يتعلم المسلم الرمي، هلا صارت الجندية إجباري، وإجباري عم يتعلموا فيها الرمي. لازم الواحد يكون متعلم. الله يا ابني، الله عز وجل أكرمني، يعني أتقنت الرمي بفضل الله. حطيت معلقة بزاوية الأوضة فوق، معلقة حطيتها والله بالزاوية فوق، شكلتها كأنه كان سقف من قش، حطيت المعلقة فيها وقعدت على باب الأوضة، حملت البارودة بالمقلوب وحطيت المراية وأنا مسطح على المراية، صبت المعلقة. ما بالمقلوب البارودة، ما بالمقلوب وأنا مسطح وعلى المراية، حطيت النيشان على المراية وصبت، جبت المعلقة. في مانع الواحد يكون بهالإتقان؟ ما في مانع. اللهو يا ابني بده يكون مأجور، بدك تلعب لعبة بده يكون في ثواب. رميك بقوسك، هذا الرمي حق مو باطل. وتأديبك فرسك، تأديب الفرس، الفرس كانت آلة المعركة، آلة الجهاد، يركب ينط يروح يجي. هلا الفرس له، هلا هلا ما هذه آلة معركة، هلا السيارة، دبابة مصفحة، طيارة، يتعلم الواحد على هدول. لا، فتأديبك فرسك هذا من الطاعة. اسمعوا يا ابني، إذا ما نوجد معنا هلا الرمي بالقول، ما نوجد الرمي ولا نوجد تدريب على السيارات أو على غيرها. قال ملاعبتك أهلك، زوجتك، هو قعد مع زوجتك، ضاحكها، لاعبها، كل الأمور قوم فيها وأنت فيها مأجور. طاعة، طاعة يا ابني، طاعة عبادة، ما ضيع وقت. لذلك لما الواحد بده يتزوج بيقدمونا نحكي كلمة بالزواج، يا جماعة الزواج ما هو شهوة، الزواج ما هو شهوة يا جماعة، الزواج عبادة، عبادة تقوم بها، أمر أمرك الله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا، هذا فعل إيش؟ أمر، والأمر فرض، واجب شرعي وتؤجر عليه. طيب هلا لو سألتكم سؤال، كان مجلس علم، الله يرضى عليكم، شاب تزوج ليلة عرسه قاعد مع زوجته، واحد قام صلى 20 ركعة نافلة، صلى تراويح 20 ركعة، وهذا قاعد مع زوجته لاعبها، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ مشايخ شو يلي أحد مع زوجته كف نفسه عن الحرام وكف زوجته، هو وزوجته فعلوا طاعة واجتنبوا حرام ومعصية، أما الذي صلى فعل طاعة فقط ما اجتنب معصية، فلي أخذ التنتين أفضل ولا الواحد أفضل؟ هذا دينك يا ابني، فهموا الدين، فهم الحياة. أما ليش أخي بدك تتزوج؟ والله مش عم أقع في الحرام، يعني عفت نفس عن الحرام، معناته للشهوة فقط. واحد أخذ شهوة، واحد أخذ عبادة، طاعة يتقرب بها إلى الله. إذا كان أحدكم بالسوق فرأى ما يعجبه، يعني شاف واحدة جميلة حلوة، فليأتي أهله دغري، تعا لبيتك، فإن معها مثل الذي معها، فإن البضعة واحد، هي مثل هي، هي مرة هي مرة، روحنا عن مرتك حتى ما تقع في حرام. ف
فصلى الله عليك يا رسول الله، يعني هذا من عبادة وطاعة يقوم بها الإنسان. الناس مفكرين أن الزواج قضاء وطره، قضاء شهوته، لا، هذا أخطأ وغير الله عز وجل. فهذا من اللهو المأجور، له وفي ثواب، في ثواب، في طاعة، في عبادة، عم تأخذ ثوابك وثواب زوجك في طاعة، في الصيام. الله أنزل آية كاملة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دخيل الله، قرآن، كلام رب العزة من العرش على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في رمضان مو بالنهار، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا دين يا ابني، هذا دين، هذا الطاعة. فهذا ابني من الأجر، من الثواب، جملة له. صار في عرس امرأة في المدينة المنورة لصحابي من الصحابة من الأنصار من أهل المدينة، صار في عرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ظلي معه، بعت مرته على العرس. فلما رجعت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلتم يا عائشة؟ قالت: لحضرنا. قالت: غنيتولها نغني؟ شو بدنا نحكي؟ قال: هلا قلتم لها أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء لما كنا بواديكم. النبي عم يعلمها غني فرح، غنيهم. أما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ما كان معكم دف، ما كان معكم، ما فأجتي، ما رأسته. يا دخيل النبي، والله بنعشق رسول الله، والله بنعشق دخيل النبي. عم يبعت مرته على العرس وعم يقول لها: ما دقيتوا لها؟ ما غنيتوا لها؟ ايش بدنا نحكي؟ علمها شو بدها تغني. لولا هالعروس السمراء سماها الحنطة السمراء، حنطية، لولا الحنطة السمراء لما كنا بواديكم، كرمالها نحن جايين لعندكم. تكريم للعروس. ضحك: صلى الله عليك يا رسول الله. خمس دقائق رح اعطيكم شلون النبي كان يمزح صلى الله عليه وسلم، مشان ينتهي الدرس وانتم عم تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله تعالى عليه وسلم. كان بعض الصحابه رضوان الله عليهم له ولد صغير. هالولد الصغير ابوه جاب له عصفور، العصفور عم يلعب فيه. بجية النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بده يسفق للنبي عليه الصلاة والسلام، لما سفه وقام طار العصفور وقام زعل. فصلى الله عليه وسلم، صار يمسح على راسه، قال له: يا عمير، ما فعل النغير؟ العصفور الصغير شو سوى؟ قال له: طار يا رسول الله. كل ما يشوفه النبي يقول له: يا عمير، ما فعل النغير؟ قال: شب عمير وصار شابا. والنبي يقول له: يا عمير، ما فعل النغير؟ صلى الله عليه وسلم: شو سويت بالعصفور؟ قال له: لما شفتك بدي سفه لك وأبطال العصفور. أبطال العصفور. فصلى الله تعالى عليه وسلم. هي مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. وأتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، احملني على ناقة
فإن سفري بعيد وما في معي شيء، يعني لا بشرب من حليبها حتى أصل بلدي. فقال النبي: إني حاملك على ولد الناقة. لها أحملك على ابن الناقة. قال: يا رسول الله، وما أفعل بولد الناقة؟ شو بيعمل بابن الناقة؟ ما بيتحملني ولا بيحمل غراضي، ولا بدي ناقة تحمل الغراض وشرب من حليبها. ما أفعل بولد الناقة؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وهل تلد النوق، وهل تلد النوق إلا أبناءها؟ الجمل ما ابن الناقة؟ جمل ابن الناقة، أنا رح أملك على ابن الناقة، هذا ابن الناقة. وهل تلد الجمال إلا النوق؟ صلى الله عليه وسلم. هل تلد الإبل إلا النوق؟ ابن الناقة، رح أحملك على ابن الناقة. صدق رسول الله، مزحة لكن لطيفة صلى الله عليه وسلم، لا فيها ضرر ولا فيها أذى ولا فيها يعني سخرية صلى الله عليه وسلم. وأتى شاب للنبي عليه الصلاة والسلام صغير غلام، فمسكه من أذنه وقال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، لك أذان، كل واحد منا له أذنين. وكلما رآه النبي يقول: يا ذا الأذنين، ماذا؟ مرة شافه النبي عليه الصلاة والسلام عم يطلع على النسوان، شو هذه يا ذا الأذنين؟ قال له: والله يا رسول الله، شردت إبلي، يعني الجمل هربان عم طلع عليه. فالنبي صار كل ما يشوفه يقول له: ما فعلت الإبل؟ لساتها شاردة ولا رجعت؟ قال له: والله يا رسول الله، تبت من يوميتها، تبت من يوميتها، شردت إبلي. صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك الصحابة قالوا له: يا رسول الله، إنك تداعبنا، يعني تمازحنا. قال: لكني لا أقول إلا حق. مازحكم لكن قول كلام، كلام حق، عشان يعلمنا إنه إذا مزحنا نمزح مزح مزح حق، ما نمزح مزح تقيل. يقول: المزح باللسان اللطيف، فإذا وجدت اليد انقلب إلى مزاح غليظ. باليد بيضربه، بنكته بده يلعب معه، حط ايده بيروح طاق بيضربه، او على نقرته طاق. لك الضرب على النقرة حرام، ما بيجوز، ممكن يصير معه ارتجاج بالدماغ. هلا بعض النساء بتخاف من القطة، اذا شافت القطة بتهرب من البيت كله، جايب لها قطة على البيت. هذا مو مزح، هذا ضاف فيه ضرر، فيه إيذاء. صلى الله عليك يا رسول الله. وأتت امرأة فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. دخيلك على الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن العجائز لا تدخل الجنة؟ أنت عجوز، وبالجنة ما في عجوز، ما بتدخل الجنة عجوز. فالتفتت وصارت تبكي، يا ريت الله أصاب عمره وهي صبية. فصلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: أما علمت أنك تعودي يوم القيامة؟ أما قرأت قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترافا؟ ألا بترجع يوم القيامة صبية، صبية بكر، ما مرة ترجع بكر. مزح معها، ما تحملت المزحة، صارت تبكي رضي الله عنهن. وأتت امرأة أخرى
فقالت: يا رسول الله، أشكو إليك زوجي، أشكو إليك زوجي. فالنبي قال: من زوجك؟ أهو الذي في عينه بياض، في بياض عيونه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: بلى، إني أعلم أن زوجك في عينه بياض. فتركت الشكاية ورجعت على البيت، صارت تطلع بعيون جوزها. النبي قال: في بعيونك بياض. أنا شبه؟ قالت له: النبي عم يقول في بعيونك بياض. قال: في عين بتخلى من بياض؟ كل عين فيها بياض، فيها بياض وفيها سواد. هي فكرت البياض بالبؤبؤ. فالنبي قال لها: بعينك في بياض. شغلها عن الشكاية بإيه؟ بزوجها. رجعت لزوجها عم تطلع بعيونه. انتهت الشكاية. صلى الله عليك يا رسول الله. فهذا بعض مزح النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان في صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي هذا خصوصي، يعمل نكت. النبي كان يضحك من النكتة سنة كاملة، سنة كاملة يضحك من النكتة اللي يجيبها. بعثوا النبي، ما هو سيدنا أبو بكر الصديق وأبو هريرة، بعثهم يجيبوا بعض الأموال من العرب. فالنبي أمر أبو بكر، هو الأمير، وأبو هريرة هو اللي بيطبخ طبخ الطعام، والتالي نعيمان. نعيمان بده يكون معهم خادم. راح أبو بكر حتى يجيب من بعض العرب. نعيمان التفت لأبو هريرة قال له: حط لي أكل، بدي أكل، جوعان. قال له: لا والله ما أطعمتك حتى يأتي أميرنا. أمير ناكل لسه الأمير ما أجا؟ قال له: عمال لك حط لي طعام، بدي أكل. قال له: لا والله ما أطعمتك. قال له: والله أغيظك، أغيظك. قال له: افعل ما شئت. لك بغيظك عم يقول لك. ترك وطلع، شاف قافلة من العرب ماشي. يا قوم، تشتروا عبد طبيخ بيطبخ من أحسن الطبخ، طبيخ عامل كذا؟ قالوا: نشتري. قال لهم: بس فيه عيب واحد. شو العيب؟ قال: كل ما بدي بيعه بيقول لهم أنا حر. بيطبخ؟ قال: بيطبخ، شغيل. باعوا إياه بثلاثين درهم، ثلاثين ليرة اشتروه. اجا قال لهم: هذا. قالوا له: امشي. شو امشي؟ قالوا: اشتريناك. قال لهم: انا حر، انا حر. قالوا: ايه هذا العيب اللي فيك. كتفوه، رف حطوه على الجمل، ربطوه بالجمل، اخذوه. قال له: هيك تعمل؟ قال له: ما قلت لك بدي غيظك، روح. فات اكل، مسح الصحون، ما خلى شيء. اجى سيدنا ابو بكر شافه عم يلعب الصحون. وين ابو هريره؟ قال له: بعته. ويحك، شلون بعته؟ حر ما بينباع. قال له: قلت له طعميني ما رضي، قلت له بغيظك ارغيني، بعته. اخذ مصاري سيدنا ابو بكر وركب الفارس ولحق العرب. يا قوم، بيعرفوا ابو بكر. قال لهم: هذا ابو هريره صاحب رسول الله. هذا دفع له المصاري ورجع. رجع ابو هريره، لما حكوا للنبي تم يضحك صلى الله عليه وسلم. كل ما يتذكره يضحك، كل ما يتذكره يضحك. يعني في مانع من اللهو؟ ولا ما في مانع يا ابني. مره النبي قاعد في البيت، ندق الباب، طلع النبي عليه الصلاه والسلام، واجه نعيمان جايب ظرف فيه عسل، عسل بحطه بالظرف. كان قال له: يا رسول الله، هذا هدية مني إليك. أخذوا النبي عليه الصلاة والسلام هدية ما بتبرد.
صاحب الظرف قاعد عم بيستنى، قال له هلا بفضوا الظرف بيعطوك حقه. استنى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، اجى دق الباب، يا آل البيت ردوا علينا الظرف وثمنه. طلع النبي، شو الظرف؟ قالوا ظرف العسل. قالوا أنا هدية إجانا. قالوا لا، أخذوا مني وقال لا بيعطوك، بفضوا الظرف بيعطوك حقه. فالنبي قال هنة من هنات وعيمان، أي ضحكة من ضحكاته. فضال الظرف وطلع دفع له حقه. الله يرضى عنهم. يعني كانوا يمزحوا مزاح لطيف، ما لم يصل المزح يا ابني إلى ضرب أو إلى أذى أو إلى احتقار للإنسان، فهذا ينقلب المزح إلى أمر حرام. وفقنا الله وإياكم ورضي الله عنا وعنكم وغفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.